التصدي للتحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات المتوارثة والمتعددة الأبعاد كانت بمجملها أبرز ما واجهته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أزمات مع بدايات تشكيلها. تقرير لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية سلط الضوء بشكل مفصل على الخطوات التي قام بها الكاظمي وحكومته على طريق تجاوز تلك الأزمات. وذكر التقرير إن تأمين رواتب العاملين بالدولة كانت الأزمة الأكبر في ظل مؤشرات عن توجه البلاد نحو انهيار اقتصادي محتوم مع استمرار انخفاض الإيرادات. إلا أن التدابير التي انتهجتها حكومة الكاظمي مكنت العراق من تخطي أكبر أزمة من خلال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وكان من أول الإجراءات الإصلاحية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار لتحفيز الإنتاج المحلي ومعالجة العجز الهائل في الموازنة ووضع حد للتربح غير المشروع من مبيعات مزاد العملة الذي تصل بعض إن لم تكن أغلب عوائده إلى جيوب الفاسدين. ولا يخفى على الجميع أن التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي هائلة، بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي وباء كورونا وتفكك مؤسسات الدولة العراقية بسبب انتشار الفساد والميليشيات ذات الولاءات العابرة للحدود. لكن الإجراءات الحكومية التي سعت إلى عبور المحنة بأقل الخسائر كانت سببا مهما جعلها تحظى بالاهتمام الوطني والإقليمي والدولي، ونيلها إجماعا نادرا لم يحصل عليه أي من أسلاف الكاظمي على حد تعبير تقرير الروابط. مع ظهور بوادر ثقة إيجابية في قرارات الكاظمي والتي كان محورها إدخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة وتهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد حيوي تنافسي وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، وقبل ذلك كله حماية الفئات الفقيرة اقتصاديا من خلال تطبيق الإصلاحات وبعدها. بوادر النجاح جاءت متماشية مع تلك الخطوات وظهرت جلية، حيث ارتفع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية إلى أكثر من 2 مليار دولار، وهذا خلال أقل من 2 شهر من العام الحالي وقبل وصول واردات الارتفاع في أسعار النفط. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة نتائج ملموسة أكثر اتساعا على جميع القطاعات، وهو ما يحتم على الجميع إسناد الحكومة في استمرارها غير المسبوق في محاربة الفساد وتعزيز الإصلاحات.